السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عامر مصطفى من قناة عائلة عامر. ده أول فيديو لينا في قائمة البرمجة ومشاكلها. اللي هيتولى هذه القائمة أخويا عبادة مصطفى، ومعكم عبادة في أول فيديو. مرحب بك يا عبادة. شكرا أستاذ عامر على التقديمة اللذيذة دي. السلام عليكم يا شباب، إن شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنشوف مع بعض الميثود بتاعت ريديوس في الجافا سكريبت. الميثود بتاعت ريديوس الغرض منها ان هي تاخد مجموعة قيم وتردها في قيمة واحدة. هي اسمها ريديوس، ريديوس يعني يقلل. فاحنا الغرض ان احنا نختصر قيم كتير في قيمة واحدة. يعني مثلا انا عندي array، عندي 1 2 3 4 5، عايز اقول مجموع كل الارقام دي كام. ريديوس تعمل لك كده وتطلعهم لك على بعض 15، وهكذا 1 2 3 4، الريديوس تخليهم 10. طيب بس انا اللي بقول للريديوس ايه العملية اللي هي تنفذها على الارقام دي. فانا بقول مثال الجمع، ممكن اخليها ملتيبلاي مثلا، ان هي تضرب كل الارقام في بعض او تضاعفها. ممكن ان انا اخليها تطرح، ممكن ان انا اعمل عملية معينة، استخدم الارقام دي في عملية معينة من خلال ريديوس. ريديوس شرحها بيكون صعب شوية، ولكن هي في الحقيقة هنبسطها بابسط طريقة وهنطلعها في الاخر ان هي تبقى سهلة جدا. هي الفكرة كلها ان انت تفهم المدخلات بتدخل ازاي علشان تعرف الاود. طيب قبل ما نبدأ، انت محتاج علشان تفهم الريديوس محتاج تكون اصلا عارف بعض الحاجات، ومنها الفاريابل. الفاريابل اللي هو المتغير، ان انت عندك حاجة زي، تعالى كده نشوفه مع بعض. تعالى نعمل نيو فايل مثلا، نكتب ريديوس example مثلا .js. طيب اول حاجة اللي هي الفاريبل، زي مثلا ان انت عندك مثلا numbers يساوي، تعمل لها array مثلا 1 2 3 4. مثال سوري انا ايه اللي بقوله ده. اوكي طيب اول حاجه محتاجين نعرفها، محتاج تكون عارفها الفاريبلز. تاني حاجه تكون محتاج عارفها، انت محتاج تكون عارفها الارو فانكشن. الارو فانكشن اللي هي بيكون حاجه شبه كده، بتحط المتغير وتقول له في القوسين دول نفذ لي العمليه دي. تمام، عشان قبل ما تكمل لازم تكون فاهم الحاجتين دول. يلا بينا نبدا. ايه هي الريديوس؟ الريديوس يا شباب ميثود او طريقة بيتم تطبيقها، بيكون عندي جزء حاجة اسمها accumulator، وفي جزء اسمه current value، وبنروح جايين عاملين الarrow function علشان نقول له يعمل ايه مع القيمتين اللي فاتوا. تمام، طيب يلا نشرح واحدة واحدة والموضوع أسهل مما تتخيل. طيب دلوقتي أنا عندي numbers عايز أجمعهم كلهم. تمام، طيب هعمل variable تاني مثلا أسميه مثلا الايه sum يعني المجموع. طيب هستخدم الreduce على numbers. طيب الفاريبل اللي انا هدخله للريديوس نمبرز، يبقى نكتب نمبرز دوت ريديوس وافتح قوسين. طيب دلوقتي عندي في ريديوس محتاج افهم حاجه، الريديوس ازاي بيتعامل مع النمبرز. بيبقى عندي حاجه اسمها الاكيوميليتر، اللي هي دي الاكيوميليتر. ترجمتها ايه؟ ترجمتها ان هو حاجه مكان بتجمع فيه، او ستورج بوينت لو عايزين نسميها حاجه تانية بالانجليزي. ممكن او على جوجل كتبنا accumulator المجمع. تمام، احنا ممكن نسميها ستورج بوينت مثلا او ميموري، ده مكان هيبقى ذاكره. طيب بحط جنبيها الكرنت فاليو. كرنت فاليو اللي هو هتبقى مره 1، هتبقى مره 2، هتبقى مره 3، هتبقى مره 4. اللي بيحصل انه بينفذ العمليه على 1 ويروح جاي اخد الكرنت فاليو يخزنها في الميموري. اوكي طيب يلا نعملها عملي. فاحنا بنقول للريديوس، بنقول لها
هنسمي كل نقطة ايه. هو القاعدة بتاعت الريديوس ان ده الاكيوميليتور وده الكرنت فاليو، فاحنا هنقول له كده عايز والله عايز اسميهم A و B. A دي عندي اللي هي الستورج بوينت او الميموري بتاعتي او الاكيوميليتور، و B هتبقى الكرنت فاليو. طيب احنا خلينا نقول مثلا ميموري، ودي مثلا ايه الفاليو. بقول له خد الاتنين دول وقرره فانكشن وابدأ نفذ لي عليهم العملية دي. هتاخد الميموري تجمعها مع الايه مع الفاليو، تمام. طيب بعدين هنا باجي اقول له الميموري هتبتدي عند رقم كام. الافتراضي صفر، يعني انت لو ما حطيتش صفر هو هيتعامل معاه ان هي صفر، فاحنا هنقول صفر وهنجرب دلوقتي، تمام. طيب انا عندي برنامج يقدر يورينا النتائج بصورة اسهل. طيب فانا كده قلت له عندي نقطة X والنقطة Y، انا سميتهم ميموري وفاليو علشان تفهموا وظيفتهم، لان انت مهما سميتهم اي اسم هم وظيفتهم واحدة. النقطة دي بيتم التخزين فيها بالنسبة للريديوس، والنقطة دي بيتم اخذ عنصر انت مدخله هنا دي numbers، يبقى هياخد دول ياخد عنصر ينفذ عليه العملية اللي انت حطتها هنا. فهياخد الواحد يدخلها في الميموري، الميموري انت بدئها من صفر، صفر زائد واحد يساوي واحد وهكذا. طيب وهنشوف دلوقتي هنفكر زي ما الدالة بتفكر بالظبط عشان نوصل للنتيجة اللي احنا متوقعينها. طيب انا النتيجة اللي انا متوقعها ايه اللي انا عايز اوصل لها، 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 يساوي 10، تمام صح كده 3 صح كده. طيب ده اللي انا عايز اوصل. طيب احنا نعمل كونسول لوج لايه للسم صح كده، اوكي. وهي السم اوتوماتيك قصادها ايه دي القيمة بتاعتها. انا هنا المفروض اعمل ريتيرن اقول له دول العملية دي الريتيرن طلع لي النتيجة بتاعتها برا اللي هي ايه هتبقى 10. طيب انا اهي فعلا طلعت النتيجة 10. طيب لو انا كتبت هنا ناقص بقت سالب 10، 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4. طيب تعالوا نفهم الدالة بتشتغل ازاي، يعني تعالوا نمشي معاها خطوة خطوة. انا دلوقتي عندي ميموري، ممكن اعمل كده ميموري واعمل كده فاليو، ماشي. سيبوكم من الميموري از نوت ديفايند دي، تمام. طيب انا عندي الميموري بدأنا بصفر، تمام. طيب الفاليو تبقى واحد. طيب وهنا خلينا هنا result، تمام. طيب هنا واحد. طيب صفر زائد واحد result واحد. طيب خدنا الواحد دي وخزناها فين؟ الميموري. الميموري في العملية التانية بقت واحد. طيب الفاليو خلصنا الواحد، هنروح الاتنين، واحد زائد اتنين يساوي تلاتة. خدنا التلاتة خزناها في الميموري، هننتقل على التلاتة، تلاتة زائد تلاتة ستة، خدنا الستة وحطناها في الميموري، آخر حاجة ستة وأربعة تطلع 10. تاخد العشرة وتبقى دي القيمة النهائية بتاعت الصم. وفعلا عملنا كونسول لوج، والكونسول لوج طلعت نتيجتها 10، تمام. طيب دي هنا صفر، جربوا كده نعملها واحد تطلع 11. ليه؟ تعالوا نعمل كده، نخلي دي واحد. هو طبعا
احنا ممكن نعمل دول تحت هنا عشان النتيجة ما تتلخبطش. طيب ليه بقى واحد طلعت 11 او 2 تطلع 12 برضو؟ لازم يعني 2 12 ماشي، لان احنا بدأنا هنا ب 2، 2 زائد 1 3، ونروح جايين مخزين هنا 3، 3 زائد 2 5، ونروح جايين مخزين هنا 5، 5 زائد 3 ب 8، ونروح جايين مخزنين في الميموري ب 8، 8 زائد 4 ب 12، تبقى دي القيمة النهائية بتاعتي. الموضوع بسيط صح؟ تعالوا ناخد مثال تاني وهنحطها جوه فانكشن. طيب احنا مثلا هنقول ان انا عندي فانكشن اسمها sum مجموع، واقول له اي arguments تدخل لك نفذ عليها الاتي. تمام، رجعها لي، اعمل لها return، حط لي الارجز دي، reduce، نفس الكلام. تعالوا بقى نغيرها عشان نستوعب ان انا مش فارق اكتب ايه، المهم ابقى فاهم كل حرف بيودي فين. فانا والله هقول له سمي لي النقطتين A و B ونفذ لي عليهم الحاجات دي، return A في B. تمام كده. طيب أبدأ A بكام؟ بواحد. ليه؟ لأن في عملية الضرب لو بدأتها بصفر المجموع هيطلع صفر. ماشي، يلا تعالوا نخليها افتراضية، تعالوا نخليها افتراضية ونجرب. يلا بينا، نروح جايين عاملين هنا console log sum، وحط له مجموعة قيم، دي لو بدأناها بصفر، هو علشان جمع ممكن يكون فيها حاجة سمارت ان هي بتبدأ بواحد علشان العملية عملية ضرب. طيب انا لو خليتها صفر اهي النتيجة طلعت معايا صفر. لو بدأتها بواحد هتبدأ النتيجة الطبيعية، بدأتها باتنين هتبدأ بدل ما هي في الاول واحد في واحد هتبقى اتنين في واحد، تطلع باتنين، اتنين في اتنين باربعة، وهكذا، فالعدد يكبر معانا للضعف وهكذا. إن شاء الله يكون الشرح سهل بسيط. عايز أكد تاني، reduce الهدف منها إن هي بتاخد مجموعة قيم سواء arrays أو مجموعة قيم زي دي، لو إحنا هنحط arbs كده، وتبدأ تطلعهم لك في رقم واحد، وإنت اللي بتقول لها أنهي عملية تنفذها. أهم حاجة في reduce إن إنت بتبقى فاهم إن إيه ده، دي storage point أو memory، أو زي ما هما بيسموها بالشكل العلمي accumulator اللي هو مجمع، مكان بتجمع فيه. بعد كده B اللي هي مع كل عملية بتتغير تاخد قيمة من القيم اللي انت مدخلها وتنفذ العملية مع المجمع اللي انت حطه، إذا كان انت بادئ معاه بصفر بواحد، وتاخد رقم تاني تنفذ العملية وتخليه متراكم، يعني تتراكم عليه. accumulator برضو او accumulative اصلا معناه تراكمي، فهو المقصود منها ان انت بتاخد تخزن وتراكم، تخزن وتراكم، اللي هي الموضوع ارقام تراكمية، وفي الاخر يطلع لك نتيجة واحدة. لو عجبك الفيديو وطريقة الشرح، ممكن نكون طولنا شوية بس انا حاولت ابسط المفهوم جدا، فبجد انا تعبت الفيديو. لو تعبك لايك الجميل، ولو في اي حاجه مش فاهمها ممكن تكتب لي في الكومنت، ولو عايزني اعمل لك فيديو شرح حاجه معينه برضو اكتب لي، فيل فري جدا يعني، مفيش اي مشكله. وشكرا لقناه عائله عامر، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. مع السلامه.